عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله محل جديد في سوق الأنصاري بمحافظة السويس، هنتعرف على الأسماك اللي موجودة عنده والأسعار كمان وطرق الطهي. السلام عليكم. كل سنة وحضرتك طيب. طيب. ممكن نتعرف بحضرتك؟ محمود كوريا. أهلا وسهلا. أسماك إيه؟ في أروس حلو. أسماك الطيب. أسماك الطيب؟ لا أنا أقصد محل أسماك إيه؟ أسماك الكنال جنب وجنب نور الرحمن. أسماك القنال أو أسماك جنب الطيب؟ نور الرحمن. تمام، اهو رقم التليفون والاداره بتاعت استاذ محمود كوريا. ممكن بقى نتعرف على الاسماك اللي موجوده عند حضرتك؟ في عروس كده حلو بيعمل 100 جنيه. ده عروس؟ ده عروس بتاع كده. بلدي ولا مزارع؟ بلدي. اعرف ازاي افرق بين البلدي والمزارع؟ لا ده البلدي، احنا مش شغل بلدي، شغل بلدي. ده شغل بلدي بتاعك. ما شاء الله، وزي ما انتم شايفين عينيه كمان اهي بتلمع والخياشيم بتاعته، وممكن توريها لنا؟ تمام اهي. ايوه ما شاء الله، نظيفه وزي الفل. سعره كام؟ ده بيعمل 100. ده ب 100 جنيه. أيوة. افضل حاجه اللي اكله ايه؟ ده ممكن مقلي وممكن مشوي. مقلي او مشوي على حسب. ايه تاني موجود؟ ده دينيس. ده دينيس؟ ايوه. دينيس ايه؟ دينيس ده بتاع البردوي. تمام. ده بيجي من البردوي. بردوي. تمام كده؟ بيجي حاجه شغل عالي. سعره كام؟ بتاعه بيعمل 100 جنيه. يعني ده يعتبر مزارع مش بلدي. بيجي من البردويل، البردويل ده بيقعد السمكة بالنسبة للمزارع في المشي. ايوه ايوه، 100 جنيه مزارع اهي زي ما انتم شايفين. في دي موجودة. دي شعور حر. شعور حر ده بتاع فلايج. فلايج؟ ايوه. ده كام؟ ده بيعمل الكيلو بتاعه 120. 120 جنيه؟ ايوه. في الشعور الصغيرة دي؟ ده نفس الشعور بيجي، ده فلاج بيجي من الغردقه. ده ايه بقى اللي ورا ده؟ مش الشعور ده، دي سمكه اسمها سمكه ابو عين. سمكه ابو عين؟ اول مره اشوفها. ممكن توريها؟ لا سمكه جميله حلوه. امسكها لنا بس كده بالعرض. أيوة. بعد اذنك نشوفها. دي فصيله من فصائل ايه ابو عين دي؟ فصيله من الدنيس والحاجات دي. فصيله من فصائل الدنيس؟ أيوة. دي مزارع؟ لا ده بحر، بتاع البحر الاحمر. بحر احمر؟ ايوه. دي بكام ابو عين دي؟ ده بيعمل 100 كيلو. ليها اسم تاني غير ابو عين؟ هي اسمها كده. طيب افضل حاجه ليها ايه؟ ده ممكن تعمل سنجاري، ممكن تعمل جزل مقلي، زي ما انت عايز تعمل سنجاري او جزل. وايه تاني موجود عندنا؟ في الناجل. دي الناجل. الناجل ده باشا. بكام الناجل؟ الناجل ده بيعمل 130 جنيه. الاسماك بس ما شاء الله كلها بتلمع اهي وزي الفل وطازه ومفيش حاجه وحشه صراحه عنده. دي اسمها ايه؟ ده اسمه ناجل. اصل دي خامقه شويه عندي. ما يجراش حاجه، اللون ده بتاع ربنا عادي. عادي يعني. ايوه. والحلوه الجميله دي ايه؟ بهار. ده بهار. ايوه. اسمه بهار. اسمه بهار. وزنها قد ايه البهار دي؟ ده بقى بيتعمل فريه او بيتعمل جزل او تقطع جزل في مقاسات مالي حلو. وزنها قد ايه البهار دي؟ وزنها تعمل 10 كيلو. ولا بكام الكيلو منها؟ الكيلو بتاعها بيعمل 80 جنيه. 80 جنيه من البهار دي. وبتتعمل ايه؟ ممكن تعمل فري، جزل مالي، فرنشات، كل حاجه، سنجاره، سنوره، كل حاجه. وده؟ ايوه. ده سمك ايه؟ ده الهامور. هامور؟ هو الكشري. ايوه. ايه الفرق بين الهامور والكشري؟ في فرق؟ الهامور بالنسبه عزيزي. للكشر هو واحد. بالنسبه في ناس بتاعت الخليج تقول على هامور احنا بنقول عليه هنا كشر، في ناس بتاعت الخليج بتقول عليه هامور. الحاجه يعني دي الاسم بس بيختلف من خليج لا زي مثلا الحارت والمكرونه. ايوه معنى كلمه بتوع مصر بيقولوا ايه؟ بيقولوا على الحارت بيقولوا عليه مكرونه، احنا هنا بنقول عليه حارت. حارت صح. تمام كده. ده بقى الناجل اللي هو الطراج الصغير. ده طراد. ناجل صغير طراد. من فصيلة الناجل دي. من فصيلة الناجل ده. ده بسعره بيعمل 100 جنيه. 100 جنيه. والكشر كام؟ الكشر عامل الكشر ده بيعمل 100 جنيه. 100 جنيه برضه. اللي هو دول عليه الهامور. طيب ده اللوت اللي تحت. طيب انا بس الاول قبل ما نروح للوت، بص دي شكلها مختلف خالص. ده فرخ كشر صغير. فروخ صغير. انا بتكلم على الجلد، بص من بره. ايوه فرخه. ده اسمه فرخ كشر. اسمه ايه؟ فرخ كشر. فرخ كشر. ده مختلف عن الكشر. ما هو بالنسبه بيجي مع بعض وعادي ما فيش مشكله. يعني فصيله مختلفه. فصيله كلها من متنوعه بس نفس الصيادين والبحر الاحمر بحر نار بنسعى فيه شمال ويمين ونسيب سماك من زينا احنا السواس الصيادين والبحر الاحمر بحر نار بنسعى فيه شمال نفس السعر واحد. الطعم واحد؟ الطعم واحد. الطعم واحد. الطعم واحد. بس هي فصيلة. ده لوت بقى. في اللوت الكبير ده بتاع كنال. ده كنال. ده كنال. ده كنال. ده مزارع. ده؟ ده مزارع. ايوه. طب ازاي افرق معلش؟ الحجم الكبير ده الكنال هو ده بيجي منه الكبير ده الاحجام الكبيرة. الاحجام الكبيرة دي بتاعت القنال. اهي بكام اللوت المزارع البلدي؟ الكنال بيعمل 80 جنيه والمزارع ده بيعمل 65 جنيه.
65 جنيه مزارع زي ما انتم شايفين، اوزانها بتبقى اقل ولونها فضي، وده البلدي اهو ب 80 جنيه. الواحدة تعمل لها قد ايه وزن؟ ممكن بتطلع 4 5 6 على حسب الاوزان. على حسب. دي سمكة ايه معلش؟ دي اسمها خمخ. دي خمخ. دي فصيلة من فصيلة الشعور بس شكلها مختلف واللون كمان. أيوة. هي مش ملونة زي الشعور، وكمان ليها بوس كده في راسها مدببة شوية، شايفين؟ أيوة. معلش نحطهم جنب بعض نشوف الفرق. أيوة. هنحطهم جنب بعض عشان تعرفوا الفرق بينهم. أيوة. ثواني. ده الفرق. دي سمكة الشعور الحر، شايفين شكلها ولونها مصفر شوية. دي سمكة الخمخم فصيلة من فصيلة الشعور، يعني بس ايه في اختلاف شوية، شايفين دي راسها عاملة ازاي، دي راسها مدببة شوية. دي سعرها كام الخمخم؟ الخمخم ده بيعمل 80 جنيه الكيلو، لكن الشعور ب 120. 80، لكن الشعور الحر ب 120. في اختلاف في الطعم؟ لا الطعم ده ما فيش اختلاف فيه، لان ده بعشر كبير عشان بتعمل بس الناس ساعات ممكن تبيع، اللي مش بيفهم تبيعها لهم على اساس شعور. ما ينفعش الكلام ده. لا في السعر ده ليه وسعره ده ليه سعر. ما هو ممكن الناس تخش فتبيعه بسعر اعلى على اساس شعور. الا بقى لو واحد عنده ضمير طبعا هيقول كل واحد. معانا ايه كمان؟ ده قاروص ايه؟ قاروص ايه؟ قاروص بحر بيجي ده بيجي بتاع بحر. بيجي مع الريت الكبير ده. ده قاروص بحر اهو، سعره كام القاروص؟ بيعمل 100. 100. قاروص اهو كده. نيجي بقى للجمبري ده. الجمبري ده ارجنتيني. ده جمبري ارجنتيني. ارجنتيني. ايوه. سعره كام؟ السعر بتاعه بيعمل 250 جنيه بس ده ارجنتيني. ده مش بلدي يعني. مش بلدي. مش بلدي. البلدي بكره جايه. انت امين والله في كل حاجه في العالم. ده شغل النت وانا عارف شغل النت ايه. ربنا يكرمك اهو زي ما انت. لان بيجي على نظام اعجابات ونظام ما ينفعش اي كلام فيه. بالظبط ده. مش متسجل قبل كده وعارف. طيب السمكه دي اسمها ايه؟ اسمها دي اسمها ابو كحله. دي سمكه ابو كحله، ديلها ما شاء الله لونه اصفر اهو وخياشمها صفراء. من فصيله الدينيس، ودي سمكه الدينيس صح كده؟ ايوه. دي من فصيله الدينيس. الفرق بينها ملحوظ جدا. دي صفرة اهو، الديل اهو اهو، دي كده زي ما انتوا شايفين هما جنب بعض عشان نعرف الفرق بينهم كويس جدا. ايه سعرها كام؟ ده الكيلو بتاعها بيعمل 100 جنيه. 100 جنيه. الجمبري ده بقى نوعه ايه؟ ده الجمبري اللي هو الايراني. ده ايراني بحر مستورد. جمبري مستورد. ايوه ده الايراني. الايراني سعره كام؟ السعر بتاعه ده بيعمل 140 جنيه. 140 جنيه جمبري ايراني. طبعا مفيش بلدي الكلام ده كتير. لا في بلدي بس البلد بس بكره كتير. جاي اللي هو بيجي بتاع بره الخليج بكره المركب اللي بيطلع الشغل اهو ما شاء الله. تمام. وادي السبيت. دي السبيت البلدي. سبيت بلدي. ايوه. بكام السبيت البلدي؟ بتعمل 150 جنيه الكيلو. 150 جنيه الكيلو. طبعا اللي هو المستورد بيبقى اكبر في الحجم. يبقى كبيره اول حته فيها 2 كيلو كيلو ونص. تبقى كبير جدا. انما ده بلدي اهو مش محطوط في ميه، يعني مش شارب ميه. احنا بنشكرك جدا، كل سنه وانت طيب وحضرتك راجل امين وكل معلوماتك امينه زيك. نشكرك جدا. شرفتونا. واتمنى ان شاء الله لو الفيديو عجبكم النهارده ما تنسوش تدعموني باللايك وشير واشتراك في القناه اللي يشوف القناه اول مره. وبشكركم جدا على متابعتكم ليا والقناه ايمي وهنونه، متابعيني من كل مكان داخل مصر وخارج مصر، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وجوله جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا صيادين مكتوب عليا شأننا لاجل النصيب كده واللي واطرح شباكي مع النسمة مكتوب عليا شأننا لأجل النصيب كده واللي اسمه وتخف تقوم راح عيش أنا واطرح شباكي مع النسمة عاشق لؤام الصيادين والشوق نادى يا صيادين احنا السواس الصيادين والبحر الأحمر لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.